السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في قصة جديدة. كيف كنعرفوا السفينة العملاقة تيتانيك كيفاش غرقات ودات معها حوالي 1500 شخص، والسبب الحديثة هو كان اصطدام مع جبل جليدي. ولكن اللي ما كنعرفوش اشنو هو اللي كان السبب الحقيقي باش تيتانيك تصطدم بهذا الجبل الجليدي. فلهذا إذا كنت من عشاق القصص الواقعية، حاول دعمنا بواحد الاشتراك ولا لايك ولا ديسلايك، خلي لنا شي تعليق. نصلي على النبي ونبدأ قصتنا. في سنة 1912، وهذا هو السنة اللي غرقت فيه السفينة تيتانيك، يعني السفينة العملاقة، كان المسمى ديفيد بلير 37 سنة خدام كبحار في واحد الشركة للملاحة والشحن البريطاني، واللي الاسم ديالها وايت ستار لاين. هاد الشركة بلغات ديفيد بأنه خصو يساعد باش يخدم على واحد السفينة لازالت في طور البناء، يعني سفينة من الحجم الكبير، يعني غير معتاد. ديفيد غير معتاد على هذه الخدمة بحالة السفن، هو كان خدام على سفن أخرى صغيرة، ولكن وكذلك لأول مرة كتبنا سفينة بهذا الحجم في ذاك الوقت. والشغل دياله يعني هو كضابط ثاني، يعني كمساعد للقبطان. وفوقتها كان ذاك السفينة يعني مازال في طور البناء، في واحد الحوض لبناء السفن في إيرلندا. والتحدي اللي كان عند ديفيد بأنه أول مرة غادي يخدم في شي سفينة بهذا الحجم، كيف قلنا، وكذلك لأول مرة غتبنى سفينة بهذا الحجم. وكان فرحان، وكذلك بلغ العائلة ديالو بأنه غادي يمشي في رحلة طويلة، لأن هذه الرحلة غادي تكون من إنجلترا إلى حتى الأمريكا، حتى نيويورك. المهم سافر لإيرلندا فين كانت تبنى السفينة، وجلس تماك حوالي 3 شهور على ما تم بناء السفينة. وبالضبط في أبريل من سنة 1912 انتهوا من بناء هذه السفينة ونزلوها للبحر. تماك يعني طلع لها الطاقم وكذلك اللي كان منهم ديفيد بلير، وبحروا بها إلى حتى وصلوا بها لميناء ساوث هابتون بإنجلترا، وبقات تماك يعني مستعدة باش تنطلق لأول مرة رحلة طويلة بحال هذه في التاريخ من إنجلترا لنيويورك. وفي يوم 10 أبريل بالضبط كانت يعني كل الاستعدادات يعني اكتملت، وكانوا كيتسناو إلا يعني صعود الركاب على ظهر السفينة. وبما أن آلاف ديال الركاب مجتمعين باش يطلعوا على ظهر السفينة، كيتوصل ديفيد بخبر من عند رؤسائه بأنهم خطأوا في اختياره كضابط على هذه السفينة، لأن هذه الرحلة أول مرة غتدار يعني على سفينة بهذا الحجم، وكان اختيارهم يعني خطأ، لأن كان التجربة ديال ديفيد مع سفن، عنده تجربة مع سفن أخرى صغيرة، ولكن سفينة بهذا الحجم يعني خاصها شخص آخر يكون ذو كفاءة وذو تجربة عالية على ديفيد. ديفيد تلقى يعني الخبر بصدمة، ولكن خاصو يمتثل أوامر الرؤساء دياله. ولكن هناك مشكلة، لأن ديفيد خاصو ينزل من السفينة بالمقابل يعني آلاف الأشخاص صاعدين للسفينة، ويعني بدا كيمشي في الاتجاه المعاكس، كيف قلت هما طالعين، هو خصو ينزل يعني هز الحقيبة ديالو وحيد من هنا حيد من هنا حيد من هنا، يعني بمشقة الأنفس باش نزل من داك السفينة. المهم نزل من السفينة وهو كيف قلت يعني غضبان ومغير حاله، لأن كيعتقد الحلم يعني الحلم الكبير ديالو تبخر في لحظات. يعني حتى شوفوا هاد السيد 3 شهور هو جالس في إيرلندا، ويعني وبحروا من إيرلندا لإنجلترا، وبقى على ظهر السفينة إلى حتى صعدوا الركاب، وفي الأخير يتلقى هذا الخبر، يعني بالنسبة له كانت صدمة ليه ما يمكنش. المهم كيف قلت نزل ما مغير حاله. المهم مشى للأوتيل
وكتب واحد الرسالة للأهل ديالو بأن الرحلة ديالو ما غتبداش، لأنه كيف قلنا عوضوه بضابط آخر. المهم نعس داك الليلة في الأوتيل، وفي الصباح ناض هو ترتب الملابس ديالو، يعني هو تلقى واحد الحاجة مهمة للمركب ولا للسفينة نساها عنده، وهو المفاتيح، مفاتيح ديال واحد الصندوق اللي فيهم لي جمل اللي فيهم المناظر باش كيشوفوا من البعيد. وهاد المفاتيح يعني كان المفروض باش يسلمهم للضابط اللي جا في مكانه، ولكن ديفيد ما بقى له عقل بالخبر اللي تلقاه وبالسرعه اللي خصو يخرج بها من المركب، يعني ما بقاش في عقله بان المفاتيح ديال صندوق المناظر راه بقى عنده. المهم بقى تيشوف اش غيدير، بعتهم في رساله يعني لمقر الشركه، ولكن المركب كانت يعني بحرات خرجات، ولما تم اكتشاف بان المفاتيح ديال صندوق المناظر ما كاينش، اش غيدير في هذه الحاله القبطان؟ يعني ما يقدرش يلف ويرجع كيف قلنا، ماشي هذه راه سياره ولا، يعني تخلى وقال بان الناس اللي عندنا راه عندهم كفاءة يعني باش يشوفوا الحاجة من البعيد، وهذوك المناظر يعني ضروري منهم، لأن بهم باش كيشوفوا أي حاجة بعيدة قدامهم، لأن ساعتها ما كان لا رادار ولا أي وسيلة اتصال يعني. ويعني بعد 5 أيام ديال الإبحار، هنا فين كتكون الليلة ديال الفاجعة، وهو اصطدامها بالجبل الجليدي وتعرضها للغرق، وكيف قلت اللي مشى فيها حوالي 1500 شخص اللي ماتوا في هذه الحادثة. وكان واحد يعني من الطاقم من الناجين شهد في الشهادة ديالو، وهذا الشخص يعني كان من الطاقم ديال المراقبة، كيقول بأن لو كانوا المناظر ذاك الساعة ولا لو كان المنظار ذاك الساعة غادي يقدروا يشوفوا ذاك الجبل الجليدي من البعد، يعني غادي يقدروا يتفاداوه، ولكن هذا أمر الله. وشوفوا يعني السبب ديال التيتانيك باش غيغرق، وهو يعني بسبب نسيان مفاتيح عند شخص ديال المنظار باش غادي يشوفوا داك الجبل الجليدي. وامر الله كيتصرف والاعمار بيد الله، ونطمن الله تعجبكم قصة اليوم. استودعكم الله، السلام عليكم. ولا باش ولا يعني ما كاينش شي حاجه باش غادي خليها تماك.